تمثال الحرية من الداخل، جولة كاملة زائد أسراره. كان النحات الفرنسي فريدريك أوغست بارتولدي صاحب النصيب في نحت تمثال الحرية المدعوم من الداخل بأربعة أعمدة حديدية متينة صممها جوستاف إيفل، وتدعم بدورها المئات من الصفائح النحاسية الرقيقة. استعمل إيفل لاحقا تصميم العمود الفقري لتمثال الحرية لبناء برجه الشهير في فرنسا. استعمل البناؤون 300 نوع مختلف من المطارق لتشكيل 31 طنا من النحاس الذي استعمل لهيكلة التمثال. اكتمل التمثال بفضل واحدة من أولى حملات التمويل الجماعي في التاريخ. جمع بارتولدي في بداية الأمر تبرعات من دولته لبنائه، ولاحقا انضم أكثر من 120 ألف متبرع في الولايات المتحدة لتمويل قاعدة التمثال. تطلب بناء التمثال والقاعدة أكثر من 500 ألف دولار، أي ما يعادل اليوم 10 ملايين دولار. صممت قاعدة التمثال بشكل منفصل على يد مهندس معماري أمريكي، وبنيت داخل ميدان حصن فورت وود في جزيرة بيدلو. لم يعرف المكان باسم جزيرة الحرية إلا في سنة 1956، بعد 70 سنة من تثبيت هذا التمثال. قبل حدوث ذلك جمع التمثال أولا بجانب متنزه مونسو في باريس. أحبه السكان المحليون كثيرا لدرجة أنهم أطلقوا عليه اسم سيدة المتنزه. تمثلت الخطط الأصلية في تجهيز التمثال بحلول عام 1876 بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئة لتوقيع إعلان الاستقلال، لكن تبين أن عملية البناء معقدة للغاية واستغرقت وقتا أطول من المحدد. وصل التمثال أخيرا من فرنسا في 17 من يونيو سنة 1885 في شكل أكثر من 300 قطعة نحاسية منفصلة، عبئت في 214 صندوق على متن السفينة الفرنسية إيزير. في مرحلة ما على طول الطريق باغتت السفينة عاصفة هوجاء كادت أن تغرقها. كان سينتهي الأمر بالتمثال في بالتيمور أو بوسطن أو سان فرانسيسكو أو فيلادلفيا. لم تكن نيويورك تملك ما يكفي من المال للدفع مقابل القاعدة، وكانت كل واحدة من هذه المدن على أتم الاستعداد لدفع كامل مصاريف البناء بشرط الاحتفاظ به. وقف ذراع التمثال بشكل منفصل في متنزه ماديسون سكوير لست سنوات للفت الانتباه إلى مشاكل التمويل هذه حتى حل جميعها. لكن قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة حتى، ظل رأسه معروضا في المعرض العالمي في باريس لجمع المال لهذا المشروع. وضعت السوينتا الشهيرة التي كتبتها إيما لازاروس بعنوان The New Colossus أو التمثال الشامخ الجديد على لوحة بداخل التمثال. كتبت في سنة 1883 كجزء من حملة لجمع التبرعات. تشبه القصيدة التمثال بعملاق رودس اليوناني العتيق، وتنص على أنها موجودة لحماية جميع من في حاجة إلى مساعدتها. في الوقت الذي انتهت فيه مرحلة البناء في سنة 1886 كان التمثال أطول بناء حديدي في العالم، لكن بعد 3 سنوات فقط استلم برج إيفل هذا اللقب ولا يزال يحمله حتى الساعة. طوال 16 سنة كان التمثال أول منارة في الولايات المتحدة تشتغل بالكهرباء، ينبعث الضوء من مشعله، وفيه أيضا حارس منارة واحد فقط، لكن لم تريد الحكومة الدفع مقابله، وأدرك مجلس المنارة أنه لا يستحق المال، لذا انتهت المسيرة المهنية لمنارة السيدة في سنة 1902. عاشت عائلة بأسرها في فورت وود في جزيرة الحرية منذ القرن 19 حتى منتصف الثلاثينيات من القرن 20. استمتع الأطفال الذين ترعرعوا هناك كثيرا بإلقاء كرة البيسبول من تاج تمثال الحرية، وأصبح اليوم الحصن جزءا من قاعدة التمثال. في سنة 1983 جعل الساحر ديفيد كوبرفيلد التمثال يختفي أمام مرأى من الجميع. كانوا جالسين على منصة عندما فتح الستار وعرض فضاء فارغ وفسيح حيث يجدر أن تكون سيدة الحرية،
في الحقيقة كانت المنصة تتحرك ببطء حتى وصلت إلى زاوية لا يمكن من خلالها رؤية التمثال خلف أحد الأبراج هناك. تلقت سيدة الحرية مشعلا جديدا في سنة 1984، صنع من النحاس وكان مغطى برقائق الذهب من عيار 24 قيراط. كان يجب استبدال المشعل الأصلي بسبب مشاكل تسرب المياه، لكن يمكنك رؤيته في متحف تمثال الحرية. وكجزء من أعمال التجديد نفسها، حصل التمثال على عملية ترميم للأنف وهيكل داعم متطور. كان الهيكل الأصلي بعيدا عن مكانه قليلا، وجد الخبراء أن الرأس قد وضع بعيدا عن المنتصف 60 سنتيمتر. أيضا لقد ثبتت الذراع 45 سنتيمتر بعيدا عن الجسم أكثر من اللازم. بما أن تمثال الحرية مصنوع من النحاس، كان في الأصل يحمل اللون نفسه للبنس اللامع. إن جمعت كل النحاس من التمثال سيكون كافيا لصنع 30 مليون قطعة نقدية. على مر العقود حول تفاعل كيميائي بين النحاس والهواء التمثال إلى اللون الأخضر، وكان هناك زمن كان فيه نصفه بني والنصف الآخر أخضر اللون. كانت السيدة الواقفة في هاربر طويلة بقدر مبنى متكون من 22 طابق، ووجها طويل كسرير من الحجم الكبير، ويداها ضعف ذلك الطول مرتين. إن أرادت شراء حذاء سيكون بحجم 879. محيط خصرها بطول حافلة ذات طابقين، وهي أثقل من ديناصور تيركس بخمس مرات. عادة ما يتلقى التمثال صواعق رعدية بما أنه فارع الطول ومصنوع من النحاس. لحسن الحظ تبقيه القاعدة العملاقة المصنوعة من الإسمنت والجرانيت مثبتا في الأرض وتحميه من 600 صاعقة رعدية في السنة. من المستحيل من الناحية العملية رؤية ذلك أثناء الزيارة، لكن تمثال الحرية واقف على قيود وسلاسل مكسورة ترمز إلى الحرية. فكر بارتولدي في وضع السلاسل في إحدى يدي التمثال أولا، لكن في النهاية أعطاها لوحا حجريا بدلا من ذلك. تمثل الأشواك فوق رأس التمثال أشعة الشمس، وكان يفترض أن يكون التاج هالة مشعة. لديه سبع أشواك لسبع محيطات وسبع قارات في العالم. كسى الأشواك الأصلية الصدى، لذا ما تراه الآن قد أضيف في وقت لاحق. تستضيف القاعدة اليوم متحفا حيث يمكنك التعرف على كل شيء يخص تاريخ التمثال، ومن هناك يمكنك تسلق سلالم ضيقة ومعدنية متكونة من 354 درجة في اتجاه التاج. المكان ضيق للغاية لدرجة أنه لا يتسع سوى لعشرة أشخاص فقط، لكنه فيه 25 نافذة ساحرة. مهلا، لقد صعدت إلى هناك. أجل، المكان مريح ورائع للغاية. في فصل الصيف يصبح تاج التمثال موطنا مؤقتا لصقور الشاهين، وفي فصل الشتاء تتكرر رؤية البوم هناك في الكثير من الأحيان. رغم أنها تمثال، لكن لا تقف سيدة الحرية ثابتة على الدوام، فعندما تهب رياح قوية كفاية يمكنها أن تتأرجح 8 سنتيمتر، أما مشعلها فيتأرجح ضعف هذه المسافة. يمكنك السفر إلى جزيرة الحرية بسفينة شخصية سترسو هناك ببساطة. السبيل الرسمي الوحيد الذي يسمح من خلاله الذهاب إلى هناك عبارة رحلات التمثال. هناك أيضا أكثر من تمثال حرية واحد في العالم. تقف نسخة برونزية من أختها الصغيرة عبارة عن نموذج لتمثال نيويورك موجودة في جاردا دو لوكسمبورغ في باريس. يمكن رؤية نسخة طبق الأصل للمعلم السياحي الأسطوري، لكن بربع حجمه، في جزيرة في نهر السين في باريس أيضا. وهناك نسخة من مشعل الحرية بالحجم الحقيقي ومغطاة برقائق الذهب عند مدخل جسر دولالما تونيل في باريس. يعتبر الناس من جميع أنحاء العالم هذا المعلم السياحي رمزا للصداقة بين فرنسا والولايات المتحدة. في الحقيقة هناك عشرة نسخ لهذا التمثال الشهير في جميع أنحاء العالم. آخر السكان الرسميين لجزيرة الحرية عائلة المشرف على التمثال. كان لديهم سكن مجاني على جزيرة الحرية حتى هز منزلهم إعصار عنيف في سنة 2012. إن تعلمت شيئا جديدا اليوم
فامنح هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.